ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنحفظ مع بعض النهاردة للآية 45 من سورة النساء. تعال احفظ معانا وهنحفظ وهنثبت مع بعض إن شاء الله. صوتك العالي والتركيز. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
إن الله كان عفوا غفورا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا هنسمع الجديد ونجيب من أول ربع واعبدوا الله ونراجع من أول السورة كل يوم عشان ما ننساش ونراجع كمان لو احنا حفظنا سورة البقرة ولا عمران كل يوم زي جدول المراجعة اللي أنا عامله أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم ويجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين استثمروا وقتكم في حفظ القرآن أو تعليم القرآن أو تلاوة القرآن